منهج تنمية مهارات الحافظين والحافظات هو أولا بس الفكرة كلها بتتكلم على تعليم مهاري، إن أنا عايز أخلص من حتة التعليم التقليدي، وإن أنا كمدرس أملي على طالب قدامي معلومات معينة، مسافة ما بيمشي من قدامي إيه اللي بيحصل؟ المعلومات راحت. طيب إيه اللي أنا عايزه كطالب بعد ما يدرس مثلا أي مرحلة معينة، يطلع يفيد المجتمع، يطلع يبقى عنده ذكاء ومهارة. عشان كده التصنيف مش حافظ بس. مش حافظ، التصنيف في التعليم عندنا حاجتين، معلومات ومهارة عقلية، معلومات دراسية علمية ومهارة عقلية. أنا هعمل إيه لو ولد طلع مثلا دخل طب وطلع دكتور؟ طيب بعد ما يطلع دكتور هل هو طبيب ماهر ولا طبيب عادي؟ هو ده اللي احنا عايزينه. ففي كل الفكر بتاعنا كله على كل المستويات وعلى كل المواد اللي بنتناولها، التعليم المهاري اللي بيهتم بالمهارة العقلية برضو مع المادة العلمية، مش تمام؟ مجرد حفظ وخلاص. أو مش مجرد حفظ. طيب أول حاجة طبعا ممكن نبدأ بيها اللي هو تنمية مهارات الحافظين والحافظات. ده منهج مهاري، وأول منهج في العالم الإسلامي كله بيعتمد على مهارات القرآن. طيب عندك طائفة كبيرة جدا في المجتمع المصري، الطلاب الأزهر الشريف، وفي برضه غير الأزهر الشريف في ناس بتهتم بالقرآن وبتحفظ أولادها القرآن. أكيد. طيب القرآن عندك من أعظم وأقوى المصادر اللي تديني مهارة عقلية، سواء في ذاكرة أو سواء في اجتماعيا أو سواء لغويا، على جميع أنواع الذكاء القرآن الكريم ليه أثر كبير جدا جدا عقليا. طيب فنيجي نتناول القرآن الكريم، الطالب أو المهتم بالقرآن بيحفظ بس؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ زي ما بيبقى ليا ثواب أخروي اللي أنا أخد حسنات أحفظ قرآن، طيب فين القرآن من الأثر العقلي أو المهارة أو الذكاء اللي هو سابهولك؟ صحيح. طيب هو حافظ وعمل و و و ونجح وزي طلاب الازهر، طب وبعدين فين الاثر اللي هو يعتبر اثر دنيوي؟ لازم ابقى ذكي. فطالب عشان الازهر يقدر يبتكر، عشان يقدر، برافو عليك. فالقران لما بحثنا لقينا فيه حاجات كتير جدا جدا جدا، بغض النظر عن المواد التانيه، لقينا القران غني قوي بالمهارات العقليه الذكاء. فبدانا نعمل منهج يعرض كل دوت في خلال انشطه وخلال اسئله وحاجات، وفي نفس الوقت بنربط القرآن بالمواد التانية. تمام؟ طيب نيجي نقول ازاي الكلام ده كله؟ فكرة المنهج كلها قايمة على ربط القرآن، هو اللي بيدرس قرآن بيدرس مع حاجات تانية. بربط القرآن بالحاجات التانية. ليه؟ أنا عندي أنواع الذكاء كتير جدا، وتحت كل نوع نوع، وتحت كل نوع آلاف المهارات.